مرحبا، إليكم في هذه الحلقة أفضل 5 أفلام من بطولة الممثلة مارغوت روبي. No, Farhad, I'm not hitting that. You should hit that. When marimba rhythm start to play. You never drop the count. Dance with me. Never break. في المرتبة الخامسة يتقدم فيلم فوكس تركيز. تدور أحداث هذا الفيلم حول نيكي محتال محنك يقع في الحب مع جيس المبتدئة في مجال الاحتيال والسرقة، وبينما يعلمها خدع المعاملات التجارية وتبدأ هي في الانسجام معه ينقطع عنها فجأة لتتطور الأحداث مرة أخرى. في المرتبة الرابعة يأتي فيلم Suicide Squad الفرقة الانتحارية. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المساجين الأكثر شرا على وجه الأرض، ويعرفهم الجميع باسم الفرقة الانتحارية، والذين ينجحون في عاد اتفاق مع وكالة حكومية فاسدة من أجل تنفيذ مهام شديدة الخطورة. ومقابل ذلك سيحصل جميع أفراد الفرقة الانتحارية على الأمان والحماية من السجن، فضلا عن بعض المزايا الأخرى. في المرتبة الثالثة يتقدم فيلم زيد فور زكريا، زيد من أجل زكريا. تدور أحداث الفيلم بعد حرب نووية أدت إلى انهيار الحضارة الإنسانية كما نعرفها، حيث آن التي تعتقد أنها الناجية الوحيدة من هذه الحرب إلى أن تقابل العالم لوميس، ولكن هل يمكن الوثوق به؟ تتعقد الأمور أكثر حيث يظهر كالب وتكتمل أركان المثلث الذي سوف يعاني من مشاكل عاطفية وإنعدام ثقة كبيرة. The jungle consumes everything. في المرتبة الثانية يأتي فيلم The Legend of Tarzan، أسطورة تارزان. تدور أحداث هذا الفيلم بعد مرور العديد من السنوات على حياة تارزان في مدينة لندن بعد التعرف عليه واستقدامه من الغابة التي لطالما استقر ونشأ فيها. يعود تارزان مرة أخرى إلى الغابة كمندوب للتجارة في دولة الكونغو، دون أن يعلم أنه بمثابة طعم يستخدمه أشخاص آخرين ذوي نفوذ لتحقيق مصالح شخصية. في المركز الأول والأخير يأتي فيلم أمستردام. في إطار من الدراما التاريخية تدور أحداث الفيلم في الثلاثينات، ويروي قصة ثلاثة أصدقاء شهدوا على جريمة قتل وصاروا من المشتبه بهم بالقضية، لتنكشف بمرور الوقت واحدة من أفضع المؤامرات في تاريخ أمريكا. هنا سنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد.